السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعينا، يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة. في فيديو النهاردة هنشوف جولة داخل منزل الفنانة شيرين عبد الوهاب المعروض للبيع بكل محتوياته بمبلغ يقدر 22 مليون جنيه. هنشوف الفيديو، بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا. تمثل شيرين عبد الوهاب أيقونة الغناء في الوطن العربي، فهي من أهم مطربات جيلها، حيث تختار كلمات وألحان أغانيها بمنتهى الحرفية والدقة، ولذلك استطاعت الوصول إلى قلوب معظم الجماهير في الوطن العربي. وكما تمتاز شيرين بالدقة والرقي في اختيار كلمات أغانيها وألحانها، فهي تتمتع بنفس الذوق العالي والدقة في اختيار ديكورات منزلها، والذي يمتاز بالفخامة والرقي، وسوف نعرض عليك صور وفيديو من داخل منزل شيرين عبد الوهاب المستوحى والنابع من شخصيتها العفوية والمحبوبة. فعند إلقاء نظرة على المنزل من الخارج نجد أنه يتمتع بطراز فخم وراقي يشبه القصور، ويضم حديقة كبيرة تحيط بأجزاء المنزل بأكمله والتي تتوسطها نافورة كبيرة من الرخام، كما تضم الحديقة ركنا خاصا للجلوس والاستمتاع بالطبيعة. يضم طاولة وكراسي خشبية، كما يحتوي على أريكتين للراحة والاستجمام. كما ضم المنزل غرفة خاصة للموسيقى تضم بيانو كبير استعانت به شيرين في تدريب المواهب الشابة في برنامج ذا فويس. كما تنوعت الألوان المستخدمة في منزل شيرين بين الأبيض والألوان الترابية، فنجد مثلا في إحدى الغرف مزجت بين اللونين البني والأبيض من خلال وضع ركنة كاملة باللون الأبيض تضم أريكة بمفروشتها البيضاء مع مكتبة خشبية. تضم عددا كبيرا من الكتب، وانقسمت أراضية الغرفة بين الباركي والرخام الأبيض، وكذلك السقف بين اللون البني الداكن والأبيض، واستعانت في إضاءة الغرفة بأباجورة كبيرة بالإضافة إلى الإضاءة الطبيعية، حيث أن الغرفة تطل على الحديقة. أما إذا نظرنا إلى ديكور غرفة النوم فنجده غاية في الروعة والفخامة والرقي، حيث جمعت شيرين بين اللونين الأبيض والأسود مع الألوان الترابية داخل الغرفة لتنسج بذلك لوحة فنية متكاملة داخل الغرفة، حيث تميزت جدران الغرفة والأرضيات باللون الأبيض، وكان السرير باللون البيج المائل إلى الذهبي، أما اللون الأسود فاستعانت به في الإكسسوارات والمفروشات، فعلقت على الحائط مجموعة طابلوهات باللون الأسود، واستخدمت أباجورات باللون الأسود، وأيضا استخدمت سجادة باللون الأسود. كما ضم المنزل مسبحا صغير المساحة والعمق خصصته شيرين تحديدا لابنتيها من أجل الاستمتاع معا وتمضيه أوقات ممتعة داخل الحديقة. وكذلك عرض الفيديو إحدى غرفتي ابنتي شيرين والتي تشع بهجة ومرحا، حيث سيطر على اللون الوردي وتتميز بديكورات أنوثية ناعمة. أما حمام المنزل فتميز بالفخامة والرقي، فمزجت أيضا شيرين بين اللونين الأبيض والأسود داخل الحمام ليعطي إحساسا بالعظمة والفخامة. نتمنى من كل قلبنا مزيد من التألق والنجاح والسعادة لنجمة الجماهير الفنانة الكبيرة ونجمة الوطن العربي شيرين عبد الوهاب. بكده يكون فيديو النهاردة خلص، انتظرونا في فيديو جديد.